يعني نقطة التركيز ملوش علاقة بالبند اللي بنتكلم عنه. وكلنا نعرف ذلك. طرح في إجراءات الطرح لا طرح وإعادة طرح العملية من تاني يعني ولا ده حاجة ليها علاقة بعدم متابعة ولا متطرفين مع بعض مين في المرحلة دي يا فندم؟ يعني انت ايه اللي انت عايزه منهم عشان ننفذ الخطه؟ يخلص اجراءات الطرح والاسناد يا فندم ويبدا ينفذ. انا على سبيل المحاضر تكفين مهمات بالكامله خلاص الاسبوع ده خلال يومين ثلاثه ونفس الحكايه ان شاء الله يا باشا. هو فاضل بس الغنايم عندنا ما تاخدش معانا. ثلاث ملاك كده رئيسيه وازيون وجنب فاتوره تخلصات كده 10 مليون.